السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. في الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من الناس كانوا يخوضون في الحديث ويتكلمون عن موضوع الخلاف الأمريكي الكوري الشمالي، وأن كل رئيس توعد الآخر بأنه معه قنبلة نووية ومستعد يقصفها من مكان. الخبير حق كوريا الشمالية قال لنا القنبلة معه يعني داخل المكتب بهزر، وترامب قال له أنا مش هقصفك، فحصل شوية خلاف. وبعدها في الفترة الأخيرة يعني ريسنتلي في نهاية 2019 حصل مشاكل بين أمريكا وإيران، وقد كانت الأمور كثير من الصحافة والدعاية العالمية قالت إن الكلام هذا ممكن يودي لحرب عالمية ثالثة، وبعدنا هذا الكلام لو توصل لإيش؟ لحرب نووية. الخلاصة، ماذا فعلا انتم ضرب قنابل نووية؟ ما الذي قد يحدث؟ يقال بأن هناك ما يقارب 20,000 رأس نووي مستعد للقصف حاليا الآن، وانت جالس بتشوفني في هذا الفيديو مستعد ليتم ضربه بأي دولة معادية للدولة تمتلكه، ومش بمعنى أن 20,000 رأس نووي هذا مع دولة واحدة، لا، متوزع حول العالم، وهذا حسب ما تم دراسته قريبا وما يقال عنه، والله أعلم. وهذا قده يعني العدد الأقل الاحتمالات، والله أعلم، وأنا عندي إحساس إن هنا أكثر. لو في 20,000 رأس نووي كذا مستعد ليتم قصفها كذا، وانجز بتشوف الفيديو هذا. فرضنا، بس فرضنا في هذا الفيديو لو قرح منهن مش 20,000، 100 رأس نووي، 100 من 20,000، إيش بيحصل؟ طبعا اذا قرح 100 راس نووي ايش اللي ممكن يحصل؟ انا ايش اقول لك؟ طبعا في اول اسبوع بعد ما قرح اكيد 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 هذه ملايين من الارواح سوف تزهق، ملايين من الارواح سوف تموت. ولكن ما يجب ان تاخذه في بالك، سينطلق حوالي 50 مليون طن من الكربون الاسود الى الغلاف الجوي، وسيدخل ويصبح من مكونات الغلاف الجوي على الفور في هذه اللحظه، ويقوم هذا الكربون الاسود في الغلاف الجوي بامتصاص طاقه الشمس قبل ان تصل للارض. هذا في اول اسبوع. ثاني اسبوع ستدخل الارض مرحله الشتاء النووي كما يطلق عليه العلماء، تصبح هالكه السواد، حيث سيقوم هذا الكربون الاسود بحجب الضوء عن الارض، والتفاعلات الكيميائيه ستقوم بالنخر لطبقه الاوزون، تخيل نخرها، وتصبح الاشعه الفوق بنفسجيه أكثر بنسبة 120% قبل لما كانت عليه قبل الانفجار، تخيل 120%. هذا ثاني أسبوع، والموضوع يجي يتطور، فبعد شهرين ستبرد الأرض لعشرات السنين، لأنه ما شاء الله الكربون الأسود حاجب الغلاف الجوي، ستقوم الأرض ستكون برودة لعشرات السنين، حتى تصبح درجة حرارة الأرض 25 تحت الصفر. شوف إزاي هذا الانخفاض في درجة الحرارة يقوم بالتقليص، يعني إيش؟ بنسبة الماء اللي يتلقاه النبات، ويختل استقرار الحمض النووي في النبات، مما يؤدي إلى إيش؟ إلى الانهيار. الانهيار ليش؟ للنظام البيئي للنبات. صرت كيف؟ بعد مرور سنتين تخيل، بدون النبات 2 مليار شخص حيموتوا جوع، تصبح الأرض قاسية وقاحلة وباردة، يعني بيئتها قاسية لدرجة أنها لا تصلح للعيش فيها. بعد مرور 5 سنوات تصبح طبقة الأوزون أخف مما هي عليه الآن ب 25%، والذين يجيوا بيصابوا بمرض سرطان الجلد، يعني انعكس. في السنة العاشرة بعد 10 سنوات ستتم معافاة طبقة الأوزون سلولي شوية شوية. بعد مرور 20 سنة من يوم القارح، 20 سنة ستستعيد الأرض دفئها ببطء، ولكن أكيد إنها أبرد مما كانت عليه يعني قبل الحرب، لكن هتستعيد الدفء إيش؟ حبة حبة. بعد مرور 30 سنة، إيه الله الله، قلت لنا 30 سنة، ستتلقى الأرض مطر غزير وكبير جدا جدا ما عهدته في 30 سنة الماضية، حتى يبدأ النبات بالنمو والاستقرار مؤقتا. بعد 50 سنة، قد احنا في 50، بعد 50 سنة الطبيعة الخضراء سويسرا يعني قدكم داري ستبدأ بالسيطرة، وتبدأ النباتات بالنمو، ولكن تحت ظروف قاسية وبدرجة بطيئة. ولكن المناطق التي فيها الإشعاع بنسبة عالية، الإشعاع ستكون نسبة نموها أقل وتكون تحت ظروف قاسية أكثر. عزيزي المشاهد، تخيل هذا بس هو كله بسبب 100 رأس نووي، ما بالك لو قرحنا 20,000 كله؟ والله أعلم إذا كان به 200,000 20,000، الله أعلم كم به، فما بالك إذا قرحنا هؤلاء كلهم؟ إن بنسيج. طبعا يا شباب، به مسلسل امريكي انا انصحكم جدا تتابعوه وتشاهدوه، قريب منه يعني يطور اللغه الانجليزيه عند الواحد، لانه اللغه الانجليزيه الاكسنت حقهم مره كويس، وبنفس الوقت يدي لك الى ما بعد الحرب، الى ما بعد استهلاك النووي على سطح الارض. طبعا يا شباب، بعد ما يحصل هذا كله، مش انه ما فيش ناجين، في بيكون ناجين، ولكن هؤلاء اللي بتكون الجينات عندهم الجينات الاقوى
حسب ما وصفها هتلر، قال هي الجينات الأقوى التي تبقى رغم الكوارث والمآسي، وهذه تكون شيء يعني جينات. أهم حاجة في ناس بينجوا بالرغم من هذه الكوارث بظروف إلهية وظروف كونية تحصل، فبينجوا الله أعلم كيف، بيكونوا أقلية أقلية أقلية. يعني لو قرح الدراسة النووي هذا بتتحصل مليار، يعني لو قلنا احنا مننا 8 مليار في الأرض هذه بيتحصوا 7 مليار، بقيوا مليار هكذا، ومن المليار هذا بتاكلهم باقي الظروف ومرض أمراض سرطان الجلد وحالة جن، وبينجوا بينجوا يعني هذا إذا ربك أراد للبشرية أنها ما تنعدمش، ولا نقط حصنا قط حصنا قد ساعتنا. في 2017 حصل في كونفرنس، يعني مؤتمر كبير اجتمعوا فيه، وهذا على أساس يحدوا من التسلح بالنووي ويحدوا من وقد في إجماعات كبيرة من دول كثيرة أنه يتم سحب كل القنابل النووية على مستوى العالم ويتم تفجيرها في الفضاء، نتخارج منها ونهجع من وجع الرأس لأنها قد تكون هي نهاية البشرية. وأذكركم قبل نهاية الفيديو يا شباب على ما قال العالم الألمان ألبرت أينشتاين، قال لا أدري ما هو السلاح المستخدم في الحرب العالمية الثالثة، ولكنني على يقين أن السلاح المستخدم في الحرب العالمية الرابعة هو العصي والحجارة. هل تعلمون لماذا؟ لأن الثالثة ما عاد بقي شيء نتحارب غير عصي وحجارة. لمن نجيو؟ سلام عليكم.